في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، لا سيما القضايا المتعلقة بالاتجار الغير شرعي بالمخدرات. تمكنت السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالوادي من توقيف شخص في العقد الثالث من عمره على متن سيارة أجرة، وضبط كمية من الكيف المعالج مقدرة بواحد كيلوغرام مع حجز 5 هواتف ذكية. بعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه لدى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة كمار.